اللهم انصر الحق. يطول الصراع في اليمن فيوكل البسطاء الأمر كله لله. اللهم انصر الحق. تتعدد المعارك المنفصلة عن هموم اليمني فيشعر أن المسألة برمتها لا تعنيه. اللهم انصر الحق. يعزف الناس عن الخوض في السياسة هربا من وجع الرأس وخوفا من قمع الحرية. لا أتدخل في السياسة، قالها شاب يمني لمذيعة تسأله عن رأيه في عيدروس. اختار الشاب الصمت واختارت أن تدين صمته بالبحث عن أصله وفصله. بص، دي مجموعة صور هتطلع لك صورة على حسب اختيارك، شوف هتطلع ايه وتقول لها ايه الشخصية اللي هتطلع لك. ماليش دخل في السياسة، ماليش دخل في السياسة. لا تعليق. انت منين؟ منين بجد؟ الاصل منين؟ الاصول من فين؟ ما في عدن دي كل الاصول من حته تانية. يعني في دخلت بالسياسه، انا بقول لك دخلت. ها علموك العنصريه ولا لا؟ لا بكلمك فعلا. من عدن؟ انا ولدت بعدن. انا عارفه الاصل. يعني انت ما تيجي تسالني، انا ابويا من عدن، الاصل من صبيحه، زميلي ده الاصل من اب اللي معانا. انا اعلم الحاجه دي قبل الحرب اصلا. نحن من عدن، انا ولدت هنا، ابي ولد هنا، جدي ولد هنا، نحن من عدن، بس ما كناش نعرف ده كله. تعرفش الأصول عندك من فين؟ عارف أن أنا من عدن، من على ما ولدت وأنا بعدن. تنهار بانهيار الدولة حرية الرأي المكفولة بالقانون والدستور، لا يبقى أمام المواطن سوى حرية الصمت، وتضيق العنصريات حتى بصمت الناس. قرر نبيل ألا يتحدث في أمور السياسة، هذا حقه وشأنه، وقررت مذيعة أن تدين صمته بالبحث عن أصله وفصله، وهذا ليس من حقها وشأنها. بكل إصرار تشكك المذيعة بانتماء الشاب وتضيق عليه بأسئلة كأسئلة المحققين. يقول لها: ولدت في عدن، ولد أبي في عدن، ولد جدي في عدن. ترد بلهجتها غير اليمنية: أنت طويل اللسان. يحكي نبيل عصام القصة ويقول: أنا مواطن عدني بسيط ولا أتدخل في السياسة ولا بأي نشاط آخر. ردي على الأخت الإعلامية ليلى ربيع: عادي كأي بني آدم تدخل عليه تقول له إيش أصلك، يقول لك أنا عدني، ما كناش نعرف المناطقية والحياة هذه قبل الحرب. يقول: ما فيش داعي للعنصرية، أنا ابن عدن، تربيت بعدن وولدت بعدن. منذ تأسيسه يستخدم الانتقالي العنصرية كسلاح ضد معارضيه. نتذكر إمام النوبي، الرجل الذي ظل جنوبيا طوال فترة اتفاقه مع المجلس، وبعد خلافه معهم استخدمت وسائل إعلام الانتقالي كنية أخرى للرجل لم تكن معروفة، إمام الصروي. نستفيد من الدرس: قبل أن تقرر الوقوف في وجه المجلس الانتقالي فتش عن المناطق التي مر بها جدك السادس عشر، فلعله قد سكن يوما محافظة شمالية. أصلك منين؟ الفكرة التي بني عليها المجلس الانتقالي. ما عادش إمام النوبي، خلاص ما عادش إمام النوبي، ما عادش قائد المعسكر السابق، ما عادش أي شيء. قضوا خلاص بلطجي، قضوا إمام الصلوين، يعتبر قضوا من صلو من تعز. أخوه مختار النوبي، أخوه نوبي، هو لا هو صلوين. عيدروس الزبيدي لو اختلف معاهم، شوف عيدروس الزبيدي لو اختلف مع أصحاب المجلس الانتقالي وكذا وشويه كذا ما رضوش عليه ولا شيء، بيرجع عيدروس الزبيدي من الحديده. واي احد ما اتفقش معهم، شلال مثلا اتفقش معهم، شلال السنحاني هكذا، اي واحد اختلف معه لازم يركبونه بالشمال، لازم يرجع انه ما عادوش تبع الجنوب العربي الحر، خلاص خذوه مع الشمال. يقول عبد الرحمن انيس توضيح واجابه لبعض اخواننا في التعليقات: ما في عدن يزعل ولا يستعر من جده الخامس عشر، الفكرة أنه بعدن من عام 2016 صار أغلب القادمين من المحافظات المجاورة إلى عدن، سؤالهم الأساسي هو إيش لقبك وإيش أصلك، وهذا سؤال يقول لم يعتد عليه سكان المدينة قبل الحرب. المشكلة بعد الإجابة، إذا عرف أنك عدني من أصول شمالية يقلب وجهه عليك، يعاملك بطريقة مستفزة سواء كان مدير عام أو جندي في نقطة أو حتى زبون. عقدة النقص الحقيقية يقول في من جعل الهم الشاغل هذا السؤال، أما من يتحفظ فهو يتجنب الأذية. عهد ياسين تقول: أكيد كل إنسان له حق يفتخر بأصله، لكني أتحدث عن عدن التي تجاوزت مثل هذه المسائل وكانت تجربة للمواطنة بعيدا عن ذكر الجذور والأصول وأهميتها في أي تعارف أو نقاش. عودتها منذ فترة لأغراض سياسية وعنصرية وليس لأنها مدينة تجمع الجميع وتقبل الآخر. نشوان يقول: هو ولد في عدن، أبوه ولد في عدن، جده أيضا ولد في عدن، إذا هذا كله مش كافي أنه البني آدم يبقى عدني، لو ولد هو فقط في عدن واستقر فيها فهو عدني، فكيف إذا كان أبوه وجده كذلك؟
فيصل حذيف يقول المواطن اليمني أكبر من زيف القروية والجهوية والطائفية والعرقية أو فيصل علي، وقصص الأصل والفصل وبقية هذه الأمور. كل العنصرية تقول ساقطة، وكل العنصريين مأزومين ويعانون من تشوه في الأفكار والسلوك. يكفي المواطن أن يقول أنا يمني وفقط لتسقط كل الدعاوى المزيفة والوهمية.